ذكر الإمام البربهاري عن يونس ابن عبيد رحمه الله أنه رأى ابنه خرج من بيت رجل صاحب هوى فقال: يا بني، والله لو رأيتك تخرج من بيت خنثى أهون من أن تخرج من بيت فلان. ثم قال: وددت لئن قابلت الله سارقا زانيا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقى الله بقولي أو بعمل فلان. قال الإمام البربهاري معلقا عليه: قال لماذا قال هذا الكلام؟ قال: لأن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، لكن صاحب البدعة يضله عن دينه بالبدعة ثم يقع في الكفر.